تقاطع العشرية الأولى مواليد 21 يونيو ل2 يوليو. النهاردة هتبقى في صحبة ممتعة جدا بالنسبة ليك، في الغالب مش هتصادفك أي نوع من أنواع العقبات النهاردة من كل الأشخاص اللي حواليك، وهتتعرف على أشخاص يعتبروا جدد بسرعة جدا في النهاردة وبأقل مجهود بالنسبة ليك. لو حاولت إنك تستخدم المعرفة دي هتحقق صداقات كتيرة هتبقى مجدية ليك على المدى البعيد في اليوم ده. بيبدو إن مفيش أي نوع من أنواع المشكلات النهاردة مش هتعرف تحلها، وهتسمح ليك حالتك المزاجية الحلوة وتفاؤلك بإنك تنظر أكتر بثقة أكتر لكل مستقبلك، بس عليك إنك تسيب كل التوتر اليومي وراءك وما تشتغلش بيه ولا تخليه يأثر عليك. توقعات العشرية التانية مواليد 3 يوليو ل 12 يوليو، في تعاون حلو جدا النهاردة في كل مهاراتك التنظيمية والاجتماعية، هيبقى قوية على غير العادة. لازم تبقى بتستغل ده علشان تعرف تسيطر على كل الأمور اللي بتبقى بتنجح في الشغل فيها وفي خارجه حتى. هتكون في حياتك الشخصية النهاردة وهينتج عندها نظرة دافئة جدا لكل الأمور الكتيرة اللي بتحصل وكتير من الفوائد اللي بتبقى فيها. بيقدرك الناس وبيعاملوك بمودة كبيرة، هتفكر في انك تعمل اعادة بعض من الامور دي لمجراها الصحيح. توقعات العشرية الثالثة مواليد 13 يوليو ل 22 يوليو، النجاح النهاردة هيبقى في مجموعة بشكل كبير، حماسك ممكن يخليك تشتغل بنجاح أكتر من خلال فريق كما كنت أنت بتشتغل وبتسيب علامتك بهدوء أكتر. لو قمت بإنجاز مهامك تانية مع كل الأشخاص اللي حواليك، حاول إنك تفتكر إن دايما نجاح المجموعة هو الأهم ومش الأنا الخاصة فيك. هينتج عندها أيضا مناخ هيبقى كويس جدا في البيت، وهيبقى بيؤدي لسلوكك الأناني لأضرار كتيرة بعلاقاتك الأسرية على المدى البعيد. خليك حذر أكتر من الأنانية.